إذن نتحدث في هذا الفيديو قلت عن دراسة قابلية اشتقاق دالة عند عدد حقيقي، قلت الذي أنصح به شعبة العلوم التجريبي والتقني الرياضي والرياضي وشعبة السير، حيث من خلال هذا المثال سوف نتعلم قابلية الاشتقاق، يعني هو عبارة عن تطبيق لكن منه نفهم الدرس. قال F دالة معرفة على R بالعبارة F لX تساوي 3X زائد 2 على القيمة المطلقة لX ناقص 1 زائد 3. يقول أحدكم لماذا R يا أستاذ؟ ركزوا هنا معي، لأن القيمة المطلقة في الأصل دائما كيف هي؟ القيمة المطلقة دائما موجبة ونضيف لها عدد موجب، إذا تبقى دائما قيمة موجبة. أعطيكم مثال، إذا قلنا مثلا X زائد أو ناقص 1، هذه القيمة دائما في الأصل إنها موجبة، لو نضيف من هنا 3 ومن هنا 3 فتبقى لنا هذه القيمة دائما موجبة تماما، لهذا قال مجموعة التعريف هي R حتى نفهم جيدا. قال السؤال الأول اكتب F لX بدون رمز القيمة المطلقة. ثانيا ألف قال أدرس قابلية اشتقاق F يعني الدالة F على يمين العدد 1، ثم اكتب معادلة نصف المماس تي 1، ثم ب قال أدرس قابلية اشتقاق F يعني الدالة على يسار العدد 1، ثم أكتب معادلة نصف المماس تي 2. إذا ننطلق هنا في الشرح المفصل، ركزوا هنا معي نقطة نقطة. إذا قبل أن ننطلق نكتب هنا كعنوان واحد، وقلت واحد كتابة من F لإكس بدون رمز، هذا أمر مهم، رمز القيمة المطلقة. ركزوا أرجوكم هنا لأن هذا السؤال دائما الطلبة يقولون يا أستاذ لما نجد قيمة مطلقة نخاف، لكن تقول الحكمة إذا عرف السبب بطل العجب. إذا ركزوا معي هنا أرجوكم، ها هي عبارة الدالة F، من هو المسؤول الذي بما أن هنا طرح السؤال قال بدون رمز القيمة المطلقة؟ رمز القيمة المطلقة ها هي أمامكم القيمة المطلقة، انظروا ها هي. إذا هنا المسؤول عن هذه العبارة إن أعطيت لها عبارات يعني عدة عبارات هو هذه القيمة. من القيمة اللي هي؟ القيمة اللي هي القيمة المطلقة لإكس ناقص 1. ركزوا أرجوكم. هذه ماذا تساوي؟ تساوي لنا قيمتان. لاحظوا جيدا لو جئنا إلى إكس ناقص 1 ونبحث عليها أولا أين تنعدم؟ أين تنعدم؟ فتصبح لنا لو ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا إكس يساوي لنا كم؟ يساوي لنا 1. وننشئ جدول إشارة بسيط، ركزوا أرجوكم حتى تعلموا كيف نكتب عبارة بدون رمز القيمة المطلقة. إذا هنا عندنا إكس، عندنا إكس ناقص 1، إكس ناقص 1 قلنا أين تنعدم؟ انعدمت عند 1، فنضع من هنا هكذا، هنا نفس وهنا عكس. الآن لاحظوا لو نعود الآن ونكتب هذه القيمة مرة أخرى برمز القيمة المطلقة يعني القيمة المطلقة لإكس ناقص 1 هكذا، فلاحظوا جيدا أبنائي يعني من ناقص، من هنا ناقص ما لا نهاية وهنا زائد ما لا نهاية، من ناقص ما لا نهاية إلى 1 العبارة انظروا في ماذا تضرب، تضرب في ناقص، معنى هذه العبارة تضرب في ناقص وتصبح لنا ناقص إكس زائد ماذا؟ زائد 1. وهنا عندنا رمز الانعدام يبقى هو هو، ومن الواحد الى غايه زائد ما نضرب العباره في زائد، لما نضربها في زائد تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا اكس زائد 1 فقط هكذا. الا ان هنا نعتذر، قلت هنا اكس ناقص 1 يعني نضرب العباره في زائد فتصبح لنا هنا اكس ناقص 1 في هذا المكان، نعتذر هنا يكون لدى القيمه ماذا؟ ناقص. لاحظوا إذن من هو المسؤول؟ المسؤول في المجال من واحد إلى زائد ما، لاحظوا العبارة كيف تصبح، تبقى هي هي يعني x ناقص 1، إذن نكتب هنا x ناقص 1 إذا كان x، ركزوا ها هو x أين يكون؟ من واحد إلى غاية زائد ما لا نهاية، معناه يكون x أكبر أو يساوي لنا 1، يعني يكون في هذا المجال. أو كذلك يمكن أن نكتب هكذا x ينتمي من واحد إلى زائد ما لا نهاية، هذه كتابة، هذه على شكل متباينة والأخرى على شكل ماذا؟ على شكل مجال. وفي المجال لاحظوا جيدا من ناقص ما لا نهاية إلى واحد كيف تكون الكتابة؟ ناقص x زائد 1، إذا نكتب هنا ناقص x زائد 1 إذا كان x أقل تماما عفوا أقل تماما من الواحد، حيث هذا المجال اتحاد هذا المجال يعطينا ماذا؟ يعطينا مجموعة تعريف هذه العبارة اللي هي R حتى نفهم جيدا. يعني يقول أحدكم إذا فعلنا هكذا لا يحدث أي شيء، لكن تقول القاعدة هكذا،
ركزوا جيدا الآن، معناه ماذا تصبح لنا عبارة هذه الدالة؟ أكيد العبارة سوف تصبح لنا عبارتان. انظروا كيف تصبح أبناء النقطة نقطة كي تتعلم ويحل لغز القيمة المطلقة. إذا إما تصبح لنا في المجال، من هو المجال؟ أنه إكس يكون أكبر أو يساوي لنا واحد، تكون العبارة ما هي أبنائي؟ أنه هذه تبقى هي هي، يعني اللي هي 3 إكس زائد 2 على، لاحظوا جيدا هنا في هذه القيمة لما ننزع القيمة المطلقة في المجال الذي إكس أكبر، تم أكبر أو يساوي لنا واحد، لاحظوا نكتب هنا في هذا المكان إكس ناقص واحد. ركزوا ماذا تصبح؟ تصبح لنا إكس ناقص واحد زائد ماذا؟ زائد 3. هذا مع هذا كم يعطينا؟ يعطينا زائد 2، فتصبح لنا الكتابة هي إكس زائد ماذا؟ زائد 2. لاحظتم؟ ثم نأتي الآن إلى العبارة الثانية. العبارة الثانية كيف تصبح؟ تصبح لنا 3 إكس زائد 2، يعني في البسط لا يحدث أي شيء، أما المقام فيحدث هناك تغيير. معناه في هذا المكان نضرب نعوض هذا المكان، أو في كل هذا المكان نعوض بهذه القيمة. لما نعوض بهذه القيمة ماذا تصبح؟ تصبح لنا ناقص إكس زائد 1 ثم زائد 3. هذا مع هذا كم يعطينا؟ يعطينا زائد 4. إذا فتصبح لنا ناقص إكس زائد 4 مع ماذا؟ مع أنه يجب أن يكون إكس، نكتبه باللون الأخضر، أنه يجب أن يكون إكس، عفوا، إكس أقل تماما من 1. ها هي الآن أصبحت الكتابة، يعني الصحيحة أو كتابة بدون رمز القيمة المطلقة. نقرب هذا هنا حتى تكون الأمور جد واضحة هكذا، ثم نقرب كذلك هذا هنا. إذا لاحظتم دائما المسؤول الذي يعطي عبارات للدالة هو ذلك العبارة التي تكون في القيمة المطلقة، يعني هذا، أما البقية فلا يمكن أن يحدث أي شيء للعبارة. إذا فتصبح لنا f لx هذه إما تساوي لنا هذا في هذا المجال، وتساوي لنا هذه القيمة في هذا المجال فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال، الآن نتطرق إلى سؤال آخر. قال أدرس قابلية اشتقاق الدالة f على يمين العدد 1. على اليمين أكيد معنى هذا على اليمين، أما لما على اليسار هو هذا، حتى نفهم جيدا، لأن معناه هذا لو نكتبه نصبح لنا إكس ينتمي من 1 إلى زائد ما لا نهاية، إذا هذا اسمه اليمين. أما الآخر يكون من ناقص ما لا نهاية إلى 1 هكذا، معناه ندرس على اليسار، حتى نفهم هنا جيدا الفكرة أبنائي. إذا نكتب هنا ألف دراسة قابلية اشتقاق من f على يمين العدد الذي اسمه كم؟ 1. إذا هنا في رأيكم لماذا اخترنا الواحد؟ لأن الواحد هو مفترق الطرق، لأنه هو الذي أثر هنا في القيمة المطلقة. إذا لاحظتم دائما في القيمة المطلقة السؤال الذي يطرح على الاشتقاقية هي القيمة التي تعدم القيمة المطلقة، حتى نفهم جيدا، أو العبارة التي تكون داخل القيمة المطلقة. نقول أولا بما أن قال أدرس ليس برهن، نقول لمعرفة قابلية الاشتقاق للدالة f على يمين العدد الذي اسمه 1 نحسب، لاحظوا ماذا؟ نحسب ليميت، هذا قانون هو قانون الاشتقاقية، ليميت، انظروا أبنائي وعليكم أن تحفظوا هذا القانون أرجوكم، هذا هو قانون الاشتقاقية، ليميت f لx ناقص f لx صفر على x ناقص x صفر لما x يؤول إلى x صفر بقيم أكبر لأن على يمين. إذا وجدت، نقول إذا وجدت أنها تساوي، يعني هذه النسبة تساوي لنا آل، فإن أو آل واحد، نقول آل واحد لأننا سوف ندرسه على الجهة الأخرى، إذا آل واحد فإن الدالة F تقبل الاشتقاق على يمين من؟ تقبل اشتقاق على يمين العدد 1. ها
هكذا القاعدة. إذن قابلية الاشتقاق قانون، وهو حساب ليميت اف لي اكس ناقص اف لي اكس صفر على اكس ناقص اكس صفر لما اكس يؤول الى اكس صفر بقيم اكبر اذا وجدناها انها تساوي لنا ال واحد، حيث ال هذا عدد كيف هو حقيقي، حيث ال واحد ينتمي الى ار او تكون قيمه منتهيه. يعني لو وجدناها، اسمعوا جيدا، لو وجدنا هنا ما لا نهايه، الما لا نهايه ليس عدد حقيقي لان المجال عندها مفتوح، فنقول هناك الدالة غير قابلة للاشتقاق. أما إذا وجدناها عدد منتهي فنقول على الدالة أنها تقبل الاشتقاق. الآن في مثالنا هذا ما هو الإكس صفر؟ الإكس صفر هو واحد، فنحسب هكذا ليميت اف لي إكس ناقص اف لي واحد على إكس ناقص واحد لما إكس يؤول إلى واحد بقيم أكبر تساوي، لاحظوا نقطة الآن تنطلق في عملية اسمها عملية الحساب. إذا الآن أبنائي ركزوا معي، هنا نحن نملك عبارة للدالة إما هذه وهذه، الآن بقيم أكبر، ها هي قيم أكبر، انظروا فتصبح لنا هكذا، فتصبح لنا الليميت، نضع خط كسر هكذا اف لإكس اف لإكس، سوف نحتاج الآن إلى هذا الجزء لأن بقيم، كيف هي؟ بقيم أكبر، إذا نأخذ هذا الجزء هكذا ناقص اف لواحد، عوض هنا بواحد، هنا بواحد وهنا بواحد، هنا كم تعطي لكم؟ تعطي لنا خمسة، وهنا كم؟ ثلاثة، إذا تصبح لنا ناقص، أظن أن الفكرة قد وصلت، عوض الآن هنا بواحد وهنا بواحد، تصبح لنا كم هنا؟ هنا تصبح ثلاثة في واحد هي واحد، ثلاثة في واحد هي ثلاثة، زائد اثنان تصبح خمسة على ماذا؟ على ثلاثة، إذا ناقص خمسة على ثلاثة على إكس ناقص واحد لما الإكس يؤول إلى الواحد بقيم أكبر. الآن ننطلق في حساب نهاية هذه النسبة، إذا وجدت أنها منتهية فنقول أنها قابلة للاشتقاق على اليمين، إن وجدت ما لا نهاية نقول غير قابلة للاشتقاق، فتصبح لنا تساوي لنا ليميت، ونكون حذرين فيما يخص هنا الحساب. هنا أكيد سوف نفكر، أولا نكتب المقام كما هو اللي هو إكس ناقص واحد، أما في هذه الأمكنة نفكر في شيء اسمه توحيد المقام. المقام أكيد هنا نضرب في إكس زائد اثنان وهكذا، وبما أن هذا حتصبح، وهنا أكيد سوف نضرب في ماذا؟ وهنا كذلك نضرب في إكس هكذا إكس زائد اثنان، وهنا نضرب في العدد ثلاثة، وهنا نضرب في العدد ثلاثة، لم أفعل شيء، أبنائي أرجوكم انتبهوا، هنا قمت بتوحيد المقام، انظروا إلى هذا الجزء وهذا الجزء، أليس أصبح لهما نفس المقام؟ نعم، لكن هذا ضرب في إكس زائد اثنان، تضرب في البسط وفي المقام، هنا كذلك هذا نضربه في ثلاثة، هنا نضرب هنا في ثلاثة، مع إكس قلنا يا إيمن يؤول إلى الواحد بقيم أكبر، ننطلق، فننشر هذا في هذا تصبح لنا 9 إكس زائد ستة، ثم هذا في هذا كم تعطي لنا؟ تعطي لنا ناقص خمسة إكس ناقص ماذا؟ ناقص قلت عشرة على ثلاثة، انظروا جيدا في إكس زائد اثنان، لم أفعل شيء حتى الآن، تصبح تساوي ليميت، انظروا كسر على كسر، أولا نأتي هذا مع هذا يعطي لنا كم؟ يعطي لنا أربعة إكس، ثم هذا مع هذا ناقص أربعة، أما هذا الكسر مع هذا كسر على كسر، اسمعوا إلى القاعدة، هذا كسر على هذا كسر لأن هذا في الأصل كذلك مقامه واحد، تقول القاعدة هذا يبقى وهذا ماذا يحدث له؟ ينقلب، معناه لما ينقلب فتصبح لنا ماذا؟ اسمعوا ماذا تصبح؟ تصبح لنا إكس ناقص واحد في ثلاثة في إكس زائد اثنان، لم أفعل شيء يا أبنائي، أنا أطبق في قواعد الكسور حتى هنا لأن بعض الطلبة يذهب لهم التركيز، كسر على كسر أنه هذا يبقى كما هو وهذا ينقلب، معنى لما ينقلب يصبح لنا واحد على إكس ناقص واحد، إذا البسط في البسط ناقص في ناقص، تصبح هذه هي الكتابة. الآن لو نركز جيدا هنا يمكن أن نستخرج ماذا؟ العدد الذي اسمه أربعة، لو نستخرج العدد الذي اسمه أربعة هنا هكذا وهنا هكذا أكيد في هذا المكان سوف تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا العدد واحد، يقول أحدكم لم أفهم، استخرج الأربعة كعامل مشترك، فماذا يحدث؟ أنه هذا وهذا قد ذهبا، إذا فتصبح تساوي لنا ماذا؟ ليميت، ركزوا جيدا، أربعة على ثلاثة في إكس زائد اثنان
مع إكس يؤول إلى الواحد بقيم أكبر. يا أبنائي ركزوا أرجوكم، هنا لم أفعل شيء، كانت مكتوبة 4X ناقص 4، استخرجت الأربعة المشترك بما أن هنا بما أن القضية في، فيذهب هذا مع هذا. فلاحظوا الكتابة الآن ماذا أصبحت. الآن تعالوا نعوض بالعدد الذي اسمه واحد، تصبح لنا 4 على 3 في 1 زائد ماذا؟ 3 زائد 2 عفوا، زائد 2 تصبح كم؟ تساوينا 4 على ماذا؟ على 3، وهذا العدد كم؟ 3 تصبح لنا 4 على 9، وهي قيمة تنتمي إلى R. الآن بما أن وجدناها قد تنتمي إلى R، فماذا يمكن أن نحكم؟ نحكم أن الدالة قلنا حتى تكون، ركزوا جيدا، إذا وجدت أنها تساوي لنا L، فإن الدالة تقبل الاشتقاق على يمين الواحد. إذن فماذا يمكن أن نقول؟ نقول هكذا، ومنه الدالة F قابلة للاشتقاق على يمين الواحد، أي اسمعوا جيدا، أي F فتحة لواحد تساوي، يا أبنائي ركزوا أرجوكم، تقول القاعدة لما نحسب النهاية ونجدها أن نحسب نهاية ليميت F لX ناقص F لX صفر على X ناقص X صفر لما X يؤول إلى X صفر تساوي لنا تساوي لنا L مثلا L واحد، إذا قلنا هكذا هذه نفسها هي F فتحة لإكس صفر. ما معنى هنا حسب قانوننا؟ إذا قلنا هنا واحد وهنا الواحد وهنا الواحد وهنا الواحد، فتصبح لنا هذه القيمة هي ماذا؟ هي العدد المشتق اللي هي كم؟ اللي هي 4 على 9. إذا العدد المشتق لما تكون الدالة قابلة للاشتقاق عند عدد، ذلك العدد الذي نجده بعدما نحسب نهاية هذه النسبة يصبح هو العدد المشتق. الآن بعدما وجدنا العدد المشتق هو 9 على 4، ناتي الآن إلى السؤال الآخر الذي طرح، وركزوا معي أرجوكم. قال ثم أكتب معادلة نصف المماس. لاحظوا جيدا إلى هذا السؤال، الآن أصبح سؤال بسيط. لماذا؟ لأن وجدنا قيمة ماذا يا أبنائي؟ وجدنا أن الدالة قابلة للاشتقاق على يمين العدد واحد. الآن نكتب هكذا، نكتب معادلة ليس المماس، قال نصف، إذا نصف المماس تي واحد هكذا. إذا قلنا نحسب، نقوم بمعادلة حساب معادلة نصف مماس تي، إذا كان هنا الشرط الأول أنه قلنا إكس أكبر أو يساوي واحد. نحن نعلم أن معادلة مماس معروف أن أو نصف مماس هي إيكغريك يساوي لنا إف فتحة لإكس صفر في إكس ناقص إكس صفر، قلت x صفر زائد f ل x صفر. ال x صفر هنا عندنا كم؟ قلنا هو الواحد، فتصبح لنا f فتحة لواحد في x ناقص واحد زائد f لواحد. لكن f فتحة لواحد دون أن نحسبه قلت هو ماذا؟ هو ذلك القيمة التي وجدناها لذلك النسبة. ها هي قيمتها، ركزوا أرجوكم نقطة نقطة أبنائي حتى تفهموا. ها هي القيمة، هذه هي f فتحة لواحد، فيصبح لنا إي جريك يساوي لنا ماذا؟ يصبح لنا 4 على 9 في إكس ناقص 1 زائد إف لواحد. إف لواحد قد حسبت، يعني لما عوضنا هنا بواحد وجدنا 5 على ماذا؟ على 3، معناه زائد 5 على 3. هذه هي معادلة نصف المماس الأول في حالة إكس أكبر أو يساوي لنا كم؟ 1 فقط أبنائي. بعد ما أنهينا مع هذا الجزء أبنائي، نأتي الآن إلى الجزء ب، قال أدرس قابلية اشتقاق F على يسار العدد واحد. الآن على يسار أكيد سوف نستغل العبارة هذه حتى نفهم جيدا. إذا نكتب هنا دراسة قابلية اشتقاق من؟ F على يسار من؟ العدد واحد. نقول لأن لم يقل برهن، قال أدرس، نقول لمعرفة قابلية اشتقاق من؟ اشتقاق F على يسار واحد، يعني العدد واحد، نحسب، هذا هو الشرط، نحسب ليميت F لإكس ناقص F لواحد على إكس ناقص واحد لما إكس يؤول إلى الواحد بقيم أقل. إن وجدناها، إن
وجدت أنها آل، يعني آل اثنان، يعني قيمة منتهية، حيث هذه آل تنتمي إلى آر، يعني قيمة منتهية. فإن ماذا؟ فإن آف تكون قابلة للاشتقاق على يسار من العدد واحد، هذا هو الشرط. الآن تعالوا ننطلق، فتصبح لنا ليميت اف لإكس. اف لإكس الآن نأخذ هذه القيمة، ليس القيمة التي قلنا بقيم أقل، معناه نأخذ إكس هذه العبارة ناقص اف لواحد، عوض هنا بواحد وهنا بواحد، تصبح لكم خمسة على ماذا؟ على ثلاثة. إذا نكتب هنا ناقص خمسة على ثلاثة على إكس ناقص واحد، لما إكس يؤول إلى الواحد بقيم أقل. الآن تعالوا ننطلق ونكمل الحساب. ما علينا أول شيء أبنائي إلا التفكير في توحيد المقام، معناه هذا نضربه في ثلاثة وهنا مثل ما فعلنا مع الفرع الأول، وهنا في ثلاثة، وهذا نضرب في ناقص إكس زائد أربعة، ومن هنا كذلك ناقص إكس زائد أربعة، هكذا ها قد وحدت المقامات، فتصبح لنا تساوي، لا ننسى كلمة ليميت، مع إكس قلنا دائما يؤول إلى الواحد بقيام أقل، تصبح تساوي، عفوا تصبح هكذا، تصبح لنا أنشر الآن هذا في هذا، تصبح لنا تسعة إكس ثم في هذا زائد ستة ثم هذا في هذا، تصبح لنا زائد خمسة إكس ثم هذا في هذا، تصبح لنا كم؟ ناقص عشرون، على المقام أن المقام بما أن هذا أصبح مقام مشترك مع هذا يصبح لنا مقلوب، مثل ما قلنا في الأول تصبح لنا ثلاثة في إكس زائد عفوا نكتبها بالتفصيل، ناقص إكس زائد أربعة في إكس ناقص واحد، لم أفعل شيء أبنائي، أنه هذا يبقى كما هو وهذا يضرب في هذا، لأن هذا يصبح لنا مقلوب، يعني هنا على واحد، هكذا حتى نفهم جيدا. الآن عندنا هذا مع هذا كم؟ يصبح لنا 14. إذا نقوم بمحي هذا وهذا ونكتب هنا 14 إكس، ثم عندنا هذا مع هذا كم يصبح؟ يصبح لنا ناقص كذلك، لأن تصبح لنا 6 ناقص 20 تصبح لنا ناقص، ركزوا جيدا، ناقص 14. ما رأيكم أبنائي كذلك لو نستخرج ال 14 عامل مشترك هكذا وننزع هكذا؟ لاحظتم؟ أعيد النشر تجد الكلام ما زال هو هذا في هذا 14 إكس وهذا ناقص 14، ثم نلاحظ أنه هذا وهذا قد ذهب بقاعدة الاختزال، فتصبح لنا الكتابة هكذا، لاحظوا جيدا مثل ما فعلنا في الجزء الأول، ها هي أمامكم. الآن تعالوا، ما علينا الآن إلا عملية التعويض، فتصبح لنا تساوي 14 على، عوض الآن بواحد، تصبح لنا 3 في ناقص واحد زائد ماذا؟ زائد 4، تصبح تساوي لنا 14 على ماذا؟ على 3 في 3، وتساوي لنا 14 على ماذا؟ على 9، وهي قيمة منتهية، معناها تنتمي إلى R، نقول ومنه F قابلة للاشتقاق على يسار العدد من؟ العدد واحد، أي هذه تصبح تساوي لنا F فتحة لمن؟ لواحد، قلت F فتحة لواحد، يعني العدد المشتق عند الواحد لهذه الدالة هو 9 14 على 9 فقط أبنائي. بعد ما أنهينا ووجدنا أنه تساوي 14 على 9، نأتي الآن إلى معادلة نصف المماس، لأن السؤال قال ثم أوجد معادلة نصف المماس يا أبنائي. يقول أحدكم أين هذا السؤال الذي تحدث عليه؟ أكتب معادلة نصف المماس. إذا نكتب هنا معادلة نصف، عفوا نصف المماس الذي اسمه ماذا؟ تي اثنان، لما يكون إكس أقل أو يساوي واحد أو أقل أو يساوي واحد، أقل تم من واحد أو أقل يساوي الواحد، لأن نحن نتحدث، لأن هذا المجال مع هذا تصبح لنا دائما حتى نفهم جيدا، فتصبح لنا هكذا، لاحظوا تصبح لنا إيغريك يساوي لنا إف فتحة لي واحد في إكس ناقص واحد زائد
اف لواحد، اف فتحة لواحد قلنا هذه القيمة هي نفسها هذه، حتى نفهم جيدا، فتصبح لنا اي جريك يساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا 14 على 9 في اكس ناقص 1 زائد اف لواحد وجدناه هو 5 على 3. نعم لقد وجدناها 5 على 3. الآن لو يطرح السؤال هل الدالة اف تقبل الاشتقاق عند واحد؟ نقول وبما أن ماذا؟ وجدنا في الأول ها هي أبنائي العدد المشتق كم وجدنا تلك النسبة؟ وجدناها 4 على 9. بما أن 4 على 9 لا تساوي 14 على 9، أي ماذا؟ أي آل واحد لا يساوي آل اثنان، فإن الدالة آف غير قابلة للاشتقاق عند العدد من؟ العدد واحد، حتى نفهم جيدا. تكون الدالة تقبل الاشتقاق عند قيمة معينة إذا كانت نهاية النسبة من اليمين تساوي نهاية النسبة من اليسار فنقول قابلة للاشتقاق فهي تقبل ما مس. أما إذا كانت هذه 4 على 9 لا تساوي 14 على 14 على 9 فنقول الدالة غير قابلة للاشتقاق فهي تقبل نصفي مماسين معامل توجيه الأول، واحد فيهم يعني 14 على 9 والآخر كم اللي هو 4 على 9، والنقطة لاحظوا هنا يوجد لنا نقطة، النقطة أ ذات الإحداثية واحد وإف لواحد هي ركزوا كيف تسمى هندسيا، تسمى نقطة زاوية، هذه احفظوها. الدالة في النقطة التي تكون تقبل الاشتقاق من اليمين ومن اليسار ولا تقبل الاشتقاق هناك فنقول إنها نقطة زاوية. معناه لو نأتي الآن يعني لمعناه كتوضيح، إذا جئنا مثلا ها هو معلم، فالمنحنى مثلا إذا جاء بهذه القاعدة هكذا، اسمعوا هكذا مثلا، ثم في الجهة الأخرى يكون هكذا، هذه النقطة التي إذا رمزنا لها أ تقبل نقطة الزاوية. لماذا؟ لأن نصف المماس يكون واحد هكذا ونصف المماس الآخر هكذا فيصنع بينهم زاوية، فهذه هنا ها هي الزاوية المحصورة ما بين هذين النصفي المماسين، فتسمى النقطة أ هي نقطة زاوية، أي الدالة تقبل عندها نصفي مماساه ونصف والآخر ها هو، حتى تفهم جيدا، يعني ليس متعلق بالتمرين الآن في الحالة العامة ما هي النقطة الزاوية. النقطة الزاوية هي الدالة أن تكون تقبل عندها نصفي مماس، أن تكون الدالة المنحنى يقبل نصف مماس وماذا؟ وأنها هي أنها غير قابلة للاشتقاق، فنقول لاحظوا جيدا، فنقول تقبل نصفي مماس، يعني ليست دالة، منحناها البيان، نقول هكذا ومنحناها البياني هكذا هنا في هذا المكان البياني يقبل نصف في مماسين معامل توجيه الأول والثاني مختلفين فقط أبنائي، بهذه البساطة المطلقة فقط.